النهاردة الرمل الشقي بتاعنا جاي ومجهز لينا حكاية جديدة، تعالوا نشوفها ونعرف ايه اللي فيها. النهاردة هنروح مع بعض لمدينة أورشليم، وبالتحديد عند بيت فاجي، وده موجود عند جبل الزيتون. وهناك هنلاقي ان الرب يسوع بعت 2 من تلاميذه وقال لهم: روحوا القرية اللي هناك دي، هتلاقوا جحش مربوط، فكوه وهاتوه تعالوا، ولو حد سألكم انتوا بتعملوا كده ليه، ردوا عليه وقولوا له ان ربنا محتاج الجحش ده. وفعلا هو ده اللي حصل، راحوا التلاميذ وعملوا بالظبط زي ما الرب يسوع قال لهم. وده يا أصحابي فسر النبوة اللي كانت موجودة زمان في العهد القديم، اللي بتقول: هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وده معناه ان ملك الملوك هو الرب يسوع، هيدخل أورشليم وهو راكب على أتان وجحش ابن أتان. وصلوا التلاميذ ومعاهم الجحش، وكمان الناس كلها فرحت جدا جدا، واستقبلوا الرب يسوع استقبال الملوك. ناس اخدت هدومها وفرشتها تحت رجلين الرب يسوع علشان يمشي عليها، وناس تانية خدت اغصان الزعف واغصان الزيتون وهي بتهلل وتسبح وهي فرحانة وبتقول: وصانا لاسم داود، وصانا في الاعالي، مبارك الاتي باسم الرب، وصانا في الاعالي، مبارك الاتي باسم الرب. وأصانة دي معناها يا رب خلص. قد إيه الناس كلها كانت فرحانة ومبسوطة بدخول السيد المسيح أورشليم كملك عظيم وإله مخلص. إحنا كمان عايزين الرب يسوع يدخل قلوبنا كملك يملك على قلبنا. خلصت حكايتنا النهاردة من شقاوة رمل، بس استنونا في حلقات جاية كتير.